السلام عليكم، كنتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير. اذا فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم كاين تحدي ديال شهيوة انتن، تحدي ديال نطيبو في 10 دقائق. واش غنكملوها ولا ما غنكملوهاش؟ كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. إذا الوصفة ديال اليوم من الوصفات اللي كتعجب الكبار والصغار. علاش؟ لأننا اليوم غنديروا الوصفة ديال لابوري مع لي سوسيس. الوصفة كتبان سهلة ولكن واش غتكمل في 10 دقائق ولا ما غتكملش في 10 دقائق؟ هنا فين كتكون الصعوبة. إذا نبداو على بركة الله. أول حاجة، شنو هما المكونات اللي غنستعملهم في هذه الوصفة؟ عندي بطاطا طبيعة الحال، بما أن كاين البوري ديال البطاطا. عندي لي مارغاز ولا لي سوسيس، انا اختاريتهم ناتوريل، ممكن تاخذوا اللي كتكون بليزي بيس ولا اللي كيكونوا بالاعشاب. عندي اليازير، عندي سيبولات، زيت العود والخل البلزاميك حتى هوايا، عندي لا موتارد، عندي شويه ديال السكر، عندي شويه ديال لا كريم فريش، الثومه، البصله، الزبده، الملحه، وعندي المرق، يا اما الدجاج يا اما اللحم يا اما الخضره اللي عندكم ممكن تستعملوه. اذا دقت ساعة الحقيقة، 10 دقائق غتبدا. دابا اول حاجة غناخد هاد البطاطا اللي ديجا قطعتها وخليتها في الماء، غنصفيها من الماء اللي فيها. مهم نصفيها من الماء وغنديرها في طنجرة. غنخوي عليها الماء غليان، نغطي عليها بالماء وغندير فيها ملحه طبيعه الحال باش ما تطيبش باسله، واحد المعلقه ديال الملحه، ونغطي عليها نخليها حتى تغلي. ملي تغلي غنوريكم شنو غندير من بعد. فوالا، هذه المرحله غناخذ لي مارغاز وغنحاول انني نقطعهم بحال هكذا. فوالا، غنفصلهم على بعضياتهم. فوالا، غناخذ واحد جوج دروسه ولا ثلاثه ديال الثومه، هاد القشره ديالهم. طبعا المقالي عندي كيسخنوا ديجا، هاد الثومه. يلا لا لا الثومه، يلا يلا يلا. هنا نحل الثومة، غادي نقطع غليظة، مش نقدر نقطع رقيقة. فوالا، وغنديرها في المقلة هنايا مع شوية ديال زيت العود. المقلة راني شاعلة عليها ديجا سخونة، شوية ديال زيت العود وشويه ديال اليازير. تقطع الاخ فوالا، شويه ديال اليازير حتى هوايا، وشويه ديال الملحه، ماشي بزاف، حاول انا مكتروش باش نملحوش. ودابا غندير المركز ديالي، هنا اللي بغى يزيد شويه ديال الحار ممكن يزيد الحار، اللي بغى يزيد شويه ديال هذا العطريه ممكن يزيد العطريه. انا حاولت انه يكون تكون بازيك وما تكونش بزاف ديال العطريه. الوغ ناخذ البصله، هذا الشيء من حدايا، خذ البصله وغنحاول نقطعها على هذا الشكل باش دغيا طيب لي. الا قطعتها بحال ما كيتقطع داك الشريط ديالها فكتبقى شاده. شحال باقي لي ديال الوقت عفاك؟ بقى 7 دقائق. اوكي، نتمنوا ان البصله ما ديرهاش معنا اليوم. فوالا، قطع البصله بحال ما هكذا وغنديرها في المقله اللي ديجا كتسخن. غندير شويه ديال زيت العود،
البطاطا بدات كتغلي عندي. غندير شويه ديال الملحه، كيفاش قلت انا في اللون رد البال من الملحه، لان كل حاجه غتكون فيها شويه ديال الملحه. هلا وما نساوش المعجز اللي كيتحمر حدايا، هما ما نساهمش، مره نحركهم. هلا حرك البصله باش ما تحرقش لانها مقله سخونه بزاف، ونشوف البطاطا. البطاطا ملي بدات كتطلع الغليه دابا مزيان، غنقص منها الماء، نخلي فيها غير شويه ديال الماء، غنخلي فيها غير شويه ديال الماء ماشي بزاف باش طيب ليا بالزربه. نخلي غلاقه فوالا، ونسد عليها دابا ونخليها كطيب بهذا الشكل، ما كتعطلش في الطياب. انا فوالا ما نساوش اننا لي مغاز نسكوهم باش ما يطرفوش. هاشي تقلب او تقلب البصله ما كنساوهاش. الوغ دابا البصله غنزيد ليها صح داي طبيعي الحال، غنزيد لها شويه ديال البنكاه البلزاميك يا حبيبي، مبغاش يتحل، ما عندناش الوقت. يا الهي تقطعت ما بغاتش تخرج. لا راه غنحلك اليوم فوالا، غندير شويه البنك دو بلزاميك فوالا، وغندير ليها شويه ديال الزبده، شويه ديال الزبده غنزيدو معاها فوالا. هنا كيف ما قلت ما نساش المعجن، شحال بقية ديال الوقت؟ غنزيد دابا شوية ديال السكر على البصلة، وغنزيد البويون غنخلي فيه يطيب. صافي أنا ملي دخلت كيف عرفت فيك واحد الحاجه، جد العافيه. انا المغاز قريب يوجد، غنشوف دابا البطاطا واش طايب ولا مازال. ناخذ معلقه ونقلبها. طاب البطاطا، اذا غنصفيها. غنخوي فين نخدم هنا فوالا، طبيعة الحال عينينا هنا ما نساوش الشيء اللي كيطيب اللي كيوجد. وغندوز دابا للبطاطا، غناخذ المعاسة
ناخذ معاسه، غناخذ لاك كريم فريش، ناخذ لاك كريم فريش، غناخذ الموطارد ونمس مزيان. نزيد شويه ديال الزبده وانا كنمس. غناخذ دابا شويه ديال لا سيبولات باش نزيدها باش نمس مره واحده. فوالا باقي لي الوقت. فوالا وغنبدا نحط لي بلا ديالي. ما يمكنش ما يمكنش بدا غنزيد شويه ديال السيبولات من الفوق. وهذا هو البلا ديالي في دقيقه وشحال دقيقه و20 ثانيه. فوالا وبهذا كيوصل الفيديو ديالنا للنهايه ديالو. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم عجبتكم وغتجربوها. ما تنساوش خليونا في لي كومونتير الوصفات اللي تبغوا تشوفوهم ان شاء الله مستقبلا، وسبسكرايب باش يوصلكم الجديد. الى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.